صدقوا في فقههم لدينهم وفي طلبهم العلم ليعملوا به، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا براعي الغنم في باديته رأس ماله كالحياة غنيماته يتركها يوم سمع بوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يتركها وهي أعز وأنفس ما لديه في تلك الفترة، لينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد شهادة الحق ويبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى غنيماته ويسلم معه 12 راعيا. اجتمعوا يوما من الأيام وقالوا: لا خير فينا إن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء. ثم اتفقوا على أن يمضي منهم كل يوم واحد إلى المدينة فيتفقه في الدين ويسمع ما نزل من القرآن وما نزل من الأحكام ويرجع لينقله إليهم. يقول عقبة وهو أولهم، يقول: كنت أقول اذهبوا واحدا بعد الآخر وأنا أحفظ لمن ذهب غنمه، لشدة إشفاقه على غنمه من أن يتركها لأحد من الناس. طفقوا واحدا بعد الآخر يذهبون ويرجعون، فيأخذ عقبة منهم ما سمعوا ويتلقى عنهم ما فقدوا. يقول عقبة: ثم ما لبثت بعد ذلك أن رجعت لنفسي وقلت: ويحك يا نفس، أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني من جوع تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة بلا واسطة؟ والله لا يكون ذلك. ثم يتنحى عن أنفس ما لديه، عن غنمه، لكن إلى الغنيمة، فيلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمضي معه أينما سار، يأخذ بزمام بغلته، يمضي بين يديه أن اتجه، وكثيرا ما أردفه صلى الله عليه وسلم على دابته، وربما نزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته ليركب عقبة. جعل يعب من مناهل رسول الله صلى الله عليه وسلم العذبة حتى غدا مقرئا محدثا فقيها فرضيا أديبا فصيحا شاعرا، بل كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان إذا هدأ الليل وسكن الكون انصرف إلى كتاب الله عز وجل ليقرأ، فتصغي أفئدة الصحابة لترتيله وتخشع قلوبهم وتفيض بالدمع أعينهم من خشية الله جل وعلا، حتى كان يدعوه عمر رضي الله عنه ويقول: اعرض علي شيئا من كتاب الله، فيجعل يقرأ من آيات الله ما يتيسر، وعمر يبكي حتى تبلل دموعه لحيته. قاد الجيوش فكان قدوة قائد، وولي ولاية فعدل، ورمى وتعلم الرمي، وجاهد وجالد حتى لقي الله مخلفا تركة المجاهدين الصادقين ما تركته: إنها 74 قوسا أوصى أن تكون في سبيل الله، فرضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أهل القرآن. صدقوا حتى قيل لأحدهم، وقد استغرق طلب العلم وكتابته وتبليغه وقته، قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ إلى متى وأنت تكتب في هذه العلوم؟ فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تكتب بعد. ما يدري المرء متى يقول الكلمة فيهدي الله بها خلقا كثيرا، ما يدري المرء متى يقول الكلمة أو يكتب الكلمة الصادقة فتنجيه بين يدي الله. صدقوا حتى إن أحدهم لتعاتبه زوجته على كثرة شراء الكتب، فيقول هو رادا عليها وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال؟ فقلت: دعيني، لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. صدقوا حتى قيل لأحدهم: بما كنت عالما من بين أقرانك وأترابك؟ قال: لأني أنفقت في زيت المصباح لأدرس العلم في الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمور. وفرق بين رهط بالعلم قد زكاها، وآخر بالمعازف ورنات الكؤوس والغفلة قد دساها، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدقوا ما عاهدوا، صدقوا فضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الله، صدقوا فتحملوا الجوع والعطش والبرد والأذى لخدمة هذا الدين، صبروا على الامتحان وآثروا العقيدة على نعيم الدنيا فتركوا أموالهم وعشيرتهم وأمطانهم وهاجروا فارين بدينهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم.